يا عمي لما انت روشنا وعملت بص يمين وشمال ما كنا خلصنا الحوار ده في بيت اي حد فينا يا كريم. يا ابني انت غشيم يا ابني، يا ابني انت غشيم. نادر لو مايل على اي حد من العيال بتوع الهاكر هيجيب المكان اللي احنا بنكلمه منه عن طريق الاي بي، انت فاهم؟ وساعتها هنتكشف. هنا امن مكان يا حمار. ليه؟ كل المدرسه ساكنين حوالين السايبر هنا، فلما ده يحصل الناس كلها هتلبس الحوار مش يعرفوا مين اللي عاملها اصلا. مين البت ده يا كيمو؟ هتعرفني عليها؟ يا ابني انت اكتع يا ابني، ما انا عمال بقولك من الصبح ده فيك اكاونت، فيك اكاونت بزاول بيه الواد نادر، وهو خلاص استوى بقى على الاخر، ناقص بس ان انا اضرب ضربتي. انت ناوي تهكر الاكاونت بتاعه ولا ايه؟ لا، هسلمه تسليم اهلي للي ما بيرحمش. هو اخر مره طلب مني رقم التليفون وانا عمال افكر من الصبح اديله رقم بيت من البنات اللي عندنا في المدرسه تخرب بيته ولا ابن اللذينه. انت هتديله فعلا رقم واحده معانا في المدرسه؟ اتقل. رقم مين ده عيال؟ مين؟ بس نادي يا مديرة المدرسة. انت ناوي تودي الوقت في داهية؟ ايه اللي وديه في داهية؟ يعني هو ما ودانيش في داهية لما صورني وشاير صورتي وانا بغسل الصحون في الكافيه؟ اسمع دي، مستنياك تكلمني الساعة 3 يكون بابا نام امضاء المنحرف. العب يا نادر عشان انا مش قادر. الساعة بقت 3 لما نكلم بقى القطة. منحرفة وامي عارفة. لما نشوف بقى امك عارفة ولا مش عارفة. الو، المنحرفه بتاعتنا يا فندم. ظهر ان الشبكه واقعه. وماله، نتكلم تاني. اوه، مش هنخلص النهارده. ايه ده؟ هالو، السفله بتاعتنا يا ترى ماما نامت ولا لسه؟ وبعدين بقى، الله، انت اهلك ما ربوكش ولا ايه؟ اوعى تتصل هنا تاني، سامع؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي شتمتني. انت طلعت سفله بجد. طب والله لا انا مكلمها تاني. ديك. ايوه. ايه؟ هو انت فاضيلي النهارده ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انا هبلغ البوليس وهيجيبوا نمرتك وهيجيبوك من بيتك. فاهم؟ اوعى تتصل هنا تاني. ايه ده؟ ايه يا سافر يا منحط الكلام اللي بتقوله ده؟ انت مش عارف بتكلم مين ولا ايه؟ ايه اللي دلالك دي؟ ايه ده؟ نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.